دكتور طارق كان بيتكلم على التهديدات ومنها مصر. ايه اللي بيتم في متعلق مصر؟ والمخاطر الموضوعه في اسرائيل بتعبر عنها مجموعه مناورات كبيره بتجرى سنويا، اشهرها مناوره التحول، ودي مناوره الرئيسه في اسرائيل بتبحث في التهديدات لمده عام وكيفيه التعامل معها. مصر هي الجبهه الجنوبيه المهدده لامن اسرائيل بصوره شامله. ويعقد مؤتمر سنويا في مركز هرتزاليا لرصاد الامن القومي التهديد المباشر من الجبهه المصريه، وبالتالي القضيه مش قضيه معاهده سلام، قضيه الجيل الذي يحكم اسرائيل الان، وهو جيل يجب الانتباه اليه، هو جيل عسكري وليس سياسي، السياسه غائبه في اسرائيل، الدوله مأزومه يا استاذ احمد، لديها حاله ذعر من المستقبل، وبالتالي السؤال النهارده اللي داير في اسرائيل مع حرب غزه، هل سنبقى في الاقليم لمئة سنه؟ ولا احنا خلاص لن يكون لنا وجود في الاقليم بعيد عن القوى العسكريه. نعم. اصبح لاسرائيل برغم انها تمتلك القوى الخشنه والقوى الناعمه والقوى الذكيه، اصبح لديها القوى العقيمه اللي هي غير قادره على الاستخدام. النهارده في حوارات بتدور في المجتمع الاسرائيلي قبل الحرب ان تنتهي، ماذا فعلت معنا القوى الذكيه؟ فالقوى العقيمه اصبحت من خلال يملكون النووي ولا يستطيعون التعامل معه، تهديدات من كل دول الجوار. الاسبوع اللي فات لما قبل ما اروح لسعاده السفير حسين، الفريق اول محمد زكي كان بيشهد مناوره بالذخيره الحيه، الاعلام الاسرائيلي قعد يتكلم عليها، كل الاعلام الاسرائيلي بيتكلم ايه هدف هذه المناوره بالذخيره الحيه. انا عايز اقول لك أيوة. الجيش الثاني الميداني بيحظى بمتابعه يوميه في الاعلام الاسرائيلي الموجه وكيفيه التعامل والتحرك. المناوره دي كانت الجيش الثاني، دي مناوره الجيش الثاني، الجيش الثاني. وبالتالي هو في حاله ذعر من ايه؟ حالة ذعر من ما يعرف بالإنذار الاستراتيجي بيننا وبين إسرائيل. الإنذار الاستراتيجي ده مساحة التهديد والتهديد المقابل والردع والردع المقابل على الطرفين. هم يخشوا من مصر الأمرين إنه أنت الجبهة والجيش النظامي، عشان هم بيكلموا النهاردة مش بيكلموا حرب فصائل أستاذ أحمد، يعني بعيد عن التهويل يعني. نعم. إن إسرائيل لم تحارب منذ هزيمة يوم كيبور أو يوم 73 هو بيكلمك 6 أكتوبر 73 6 أكتوبر 73 هو بيكلمكش بيقول لك الجيش الإسرائيلي النهاردة والجيل اللي صاعد بيقول لك إحنا لم نحارب حرب نظامية، حتى مع الجانب الإيراني بقيت التهديدات، لكن نعم. الجيش الأكثر خطورة بعيد عن التصنيف للجيش المصري. وعايز أقول لبقى حضرتك قبل 7 أكتوبر بثلاث أيام، قبل 7 أكتوبر بثلاث أيام كانت احتفالات الدولة المصرية بمرور 50 عاما على ايه؟ على حرب اكتوبر، نصر اكتوبر العظيم، نصر اكتوبر، صح. وكان فيه اهتمام كبير جدا انه لماذا يطور المصريين كل هذا التطوير اللي تم في بنية القوات المسلحة المصرية. ده انا عايز اقول بقى حضرتك ده في كان تناول للاعداد الجديد لبنية الضابط المصري، للاعداد اللي هو اصبح يعادل اي ضابط في اي دولة اوروبية كبيرة، سواء في اعداده البدني، المهام القتالية، البنية الفكرية، ليه يعني تفاصيل كثيرة تؤكد لحضرتك ان اسرائيل تتخوف بالفعل من الجيش المصري، لديهم حالة فزع وهلع من موضوع المعاهدة، لانه هم متمسكين بالمعاهدة برغم كل ما يجري، لديهم خوف من اليوم التالي ان مصر يمكن ان تجمد اي تنسيق، أي اتصالات، البروتوكول الامني، في تفاصيل وحاله رعب مما يمكن ان يجري بعيدا عن الشو الاعلامي وما يقوله الاعلام. وعايز اقول بقى نقطه مهمه من خلال حضرتك ودي مهمه قوي، انه الاعلام الاسرائيلي اعلام فوضوي عشوائي قائم على فكره المزاعم والاكاذيب، وبالتالي واحنا بنتعامل معاه لازم نتحسب لهذه المصادر. في مصادر مجهله كتيره جدا، هم ما يسمح بالنشر فيه اللي هو اللي بيخضع للرقابه العسكريه، ما دون ذلك إعلام لا يمتلك أي قواعد مهنية ولا ضوابط ويتعامل مع الجبهات المناوئة بصورة غير صحيحة.